Zombie apocalypse. السلام عليكم سوبر جدعان، عاملين ايه؟ جيت لكم فيديو جديد. فيديو دوت يا جدعان تحدي في لعبة بابجي، هو تحدي من اصعب التحديات اللي نزلت على لعبة بابجي لحد دلوقتي، ان احنا نلعب من غير سكوبات. تمام، هلعب انا واسلام صاحبي اللي لازمنا معاه الجيم اللي فات، كان من اعفن اللي جامل اللي نزلتها في حياتي في بابجي. فالفيديو دوت بقى اول جيم حلو، تاني جيم خرب، تالت جيم اتفرجوا انتوا يا جدعان وشوفوا بنفسكم. ماشي يا جدعان، فالجيم دوت من غير سكوبات خالص، ولا سكوب 2 3 4 6 8. فانت طبعا لو قدامك بقى كار يوم 24 هتتقهر عليها، عشان استحاله تلعب بيها من غير سكوب. قشطه يا جدعان، فهسيبكم تتفرجوا على الفيديو. بس قبل ما اتفرج على الفيديو الجيمنج دوت، ما تنساش تعمل لايك للفيديو، اشتراك في القناه، تفعل زر الجرس، ظبطني واتفرج على الجيم دوت. يلا بينا يا جدعان على الفيديو. افتح معايا الاعدادات، فتحنا الاعدادات، دوس على الالتقاط، وبعدين بس هنعمل ايه؟ تمام، انزل بقى تحت خالص بقى في التقاط، كلها صفر يا باشا. يلا بينا، نو سكوب، مفيش سكوبات يا جدعان في الجيم. الله اكبر، بسم الله الرحمن الرحيم. نرش بقى الكحولايه، بس كده احنا كسبنا الجيم. هو السر في الكحول، انا الجيم اللي فات ما حطيتش كحول، فالسر في الكحول. مال بص بقى معلم كده، ركز معايا عشان باذن الله الجيم ده بتاعنا. اللاج مظبوط اصلا معايا؟ تمام، اللاج مظبوط. السقفه السبعيه لشركه ويل المصريه. انا بقى اللاج مظبوط بقى، بس خلاص بقى، ما حدش يهزر تاني، حدش يهزر تاني. ركز بقى في الجيم اللي في ايدينا ده بقى. ايوه خلاص كده، ما تنزلناش البيت الكبير يا استاذ. بص نزلنا هنا، نزلنا البيت ثلاث بيوت. اتظبط البيت الكبير. لا البيت الكبير لا، ثلاث بيوت دول. Enemies ahead. اطلع سيف، اطلع البيت بسرعه سيف، اطلع البيت بسرعه. يلا بينا، يلا بينا. فيش سكوبات يا اسلامه، ركز بقى. عندي ايمو فور فوق ايه؟ عندي ايمو فور فوق لو عايز، ولو حد جنبك قول لي عشان نبقى جنب بعضينا، واطلع معايا في نفس البيت. انا معايا كار وسكوب 6. طيب ارمي السكوب على طول وارمي الكار، تعالى عندي بقول لك فوق في ايمو فور. ارمي السكوب بس يا باشا عشان التحدي ويلا. رميته والله يا سيدي. تعال هنا، اسلام تعالى لي، تعالى تعالى بسرعه، تعالى بسرعه، تعالى بسرعه. اطلع، انا وقعت واحد واحد جنبي. يلا تعالى طولة، تعالى طولة. لو معاك اي هيلث ارمي. لاج بيت ام اللاج. ركز يا اسلام، ما تقعدش تقول لي لاج، مش هصلحهولك انا. انا بقول لك ايه، عندي ليك تنفع انزل ابوش. لا ايه اللي انزل ابوش؟ استنى استنى يا عم، استنى يا عم، استنى يا عم، في ناس من بره يا عم. بعت يا اسطى، وقعته. انا كنت شفت السلاح بتاعه. ارمي السكوب. يا عيني على ام 24، يا عيني على ام 24. احيي، بص بص منظرها عامل ازاي. ما انا منظرها صعب قوي يا سيف، انا عارف. ما انا منظرها صعب قوي يا سيف، انا عارف. ماشي ماشي، كمل التحدي، كمل التحدي. والسكوبات، السكوبات بقت بترمى، السكوت بقت بيترمى. اعمل ايه طيب؟ اعمل ايه؟ ركز يلا، ركز ركز. تعال هنا يا اسلام. ها يلا يلا، ارجع ارجع ارجع، تعال يا في عيال من ورا عمال بيضرب يا معلم، في ناس في البيت الكبير.
بس الولا عيل كمبورة خالص. يلا احيبة نلعن على الخارة بقى. الولا ده فين؟ الولا ده مش باين. ريزل بارد بارد عيل بارد كمبورة. هو قاعد من برا بيسو عمال يصطاد. ركز بقى ركز وسيبك منه. انا عايز هيلث يا اسلام. والله شوف معايا والله معايا. سيب الولا هنا يا اسلام. انميز اهيد. خش الزوم خش. عندي لا انا عارف جبت الولد بارد اللي بره بس في واحد صاحبه معاه الزون صاحبه معاه صاحبه معاه صاحبه رايح له بقول لك صاحبه رايح له بس بس ماشي الزون عندي لاج عندي لاج تعال خش الزون بس تعال خش الزون بس انا كده على الجيل اللي بره موتهم انا جبتهم ها طب يلا بينا بص في عربيه يا معلم تيجي تجيبها معايا ولا عندها ولا عندها العيال بتركبها يا معلم العيال بتركبها العيال بتركبها خش خش الزوم خش الزوم خش الزوم تعالى ست تعالى امسك البوت جسي خايف من العيال اللي ورا خايف وانا ماشي كده حد يجيبني تعالى امسك البوت تعالى يلا معكش عايز سكوب ولا ايه مالها السكوبات السكوبات والله العظيم ما معايا والله ما معايا I got supplies يا ساتر يا رب على سكوب 6 وانت عمال تعلم لي كمان على سكوب عمرها ما حصلت منك في حياتك يا اسلام انك تعلمني على سكوب ده يا اسلام والله حسب الله ونعم الوكيل بقول لك ايه في ده اللي يوزي مالك يا حبيبي مالك في ايه؟ فرعان ايه عمال بتلاقي بسكوبات ها؟ اهو واحدة اتش واحدة اتش واحدة اتش ركز بقى بص يا اسلام فاضل كام يا اسلام؟ اسلام بالله عليك ركز ابوس دماغك ركز لاج لاج شل السقفة السبعية من شركة وين مصرية ركز ابوس دماغك ابوس دماغك يلا بينا على الزون وبص فاضل كام؟ احنا كده الزون فاضل علينا سبعه بالظبط ركز بقى لا بقول لك ايه تعالى ناخد عربيات تعالى ناخد عربيات لا عربيات لا عربيات مش هركب عربيات مش هركب عربيات انت حمار اقسم بالله حمار في العربيات لا مش هركب عربيات انت بتشوف فين الناس وتروح تقف عندها اهو بدرك والله يا احسن احسن يا جدع بقى اتقي الله اسلام ركز معايا من عندك من عندك ركز معايا بالله عليك ايوه هاتوا هاتوا بتدمجينهم تمام بص انت عارف اول واحد فين والتاني فين انا بص انا مت انا كده مت انا كده مت يا معلم ماشي طب كمل انت بقى كمل انت هات لنا الجيم بقى العيال دي بتتلاقم خلي بالك خباك في عيل بيعمل فلانك طبعا شايف شايف استنى قلت لك في عيل بيعمل فلانك قلت لك عيل بيعمل فلانك مركز ثالث مش تبع تبعهم يا عم والله العظيم نفس التيم نفس التيم والله بص يا معلم هو عاش تمام يعني احنا طلعنا الجيم مركز ثالث عاش بس تصرف حمار مني ومنك ان احنا نبعد احنا بعدنا بعيد عن بعض تمام فيا ريت الجيم ده ما يتكررش تاني عليه الصلاه والسلام منك انت الموقف غبي منك انت عشان قلت لك تعالى بالعربيه كنا دخلنا الزوم عربيه ايه يا ابني انت حسستني انت اول ما قلت عربيه متنا يعني ما تحسش ان انت خلاص سبحان الله انت كنت هتكسبنا الجيم بس انا بغبائي وخسرتك انت خرب ركز بقى الجيم ده اول ها ماشي يا اسلام يلا بينا ننزل ميديسن ها وركز بالله عليك لا 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 ايه اللي ده ميديسن بجد والله ما انت مش نازل ميديسن ما انت معلم عليه يا حمار يا حمار يا غبي تنزل ميديسن هتنزل فين؟ ميديسن اخي عليك كلا اخي عليك كلا شكرا العفو اخوك العفو وركز وما تهزرش تمام؟ ويلا عشان ناخده الجيم لا كنت اقول لك كلمة وحشة والله يا اسلام بس عشان فاتح كاميرا وبصور فمش هرد عليك يلا بينا بيت الكبير ركز بيت الكبير نازل معانا عايل نازل معانا يلا هو الولا لو ده معانا انا النت عندي مش مجمع لسه يا عيني يا ابني الصمت الصمت
انت عيال شديد خلاص مش مستاهل. ديف هو على دي صاحبه اقسم بالله. خش على طول بقى خش على طول. بس ميديسن اخرى ولعب عدل اخرى. ركز ابوس دماغك ركز، ولو في حاجه تانيه ابوسها هاتها ابوسها وركز. ركز عايز اخد الجيم. الطياره كلها نزلت ميديسن. يلا بينا ما عدا احنا. في يا جدعان انا عايز اشم نفسي والله العظيم عايز اشم نفسي. انا مين انا بقى؟ هقفل الجهاز اقسم بالله واقفل الدم. هو مات قبل ما ينط. حلو ركز بقى. I got supplies. اخرس ما 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 علم على حاجه حلوه. انت جاي تعلم على حاجه اللي احنا عاملين فيها تحدي. انا بموت. اسلام تعالى عندي تعالى عندي تعالى عندي. اسلام حبيب قلبي بابا حبيب قلبي. ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ وبكده يا جدعان نكون استكفينا بالمركز الثالث، علشان بيلعب معايا واحد حسبي الله ونعم الوكيل فيه. وباذن الله فيديو كان جيم المركز الاول، بس الجيم حلو يعني. اول جيم حلو، ثاني جيم زي الخرا، ثالث جيم زي الخرا. تمام، فاول جيم حلو احنا نستكفى بالجيم الاول والحمد لله. بص ايدينا وش وضهر على المركز الثالث. واستنوني الفيديو الجاي، ولما دوست لايك يا زميلي دوست لايك على الفيديو واشترك في القناه وفعل زر الجرس، وفي فيديوهات ياما جايه جدا 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 الفتره اللي جايه دي. استنوني الفيديو الجاي. سلام.